اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب في الجزء الاخير من هذه الحلقه بكابتن سمير عثمان خبرنا التحكيم. ازيك كابتن سمير؟ اهلا وسهلا كابتن سمير. النهارده الدنيا اخبارها ايه؟ لا النهارده الحمد لله الواحد انا عن نفسي استمتعت باداء محمد الحنفي والطاقم اللي معاه. كلنا برضه طاقم التحكيم النهارده قبل ما نبدا. النهارده محمد الحنفي الحكم الدولي كان بيساعده سمير جمال الحكم الدولي ومع محمود رضا والحكم الرابع محمد الجلاوي والحكمين الاضافيين محمود دسوقي ومحمد عباس قبيل اللي هو محمد عباس مايو. ده الطاقم اللي احنا شفناه. هو طبعا محمد الحنفي باين بالشاره الدوليه وهنا طبعا بيقروا الفاتحه وبيدعوا اخر يعني ايه تعليمات بيقولوها مع بعض. اهم حاجه طبعا التركيز والدعاء اللي هو قبل بدايه المباراه زي الفريق اللي بيلعب كره بالظبط. يعني هم فريق واحد بيدير المباراه. النهارده محمد زي ما اتفقنا في بدايه المباراه قبل ما قلت لحضرتك انه هيركز هيعمل مباراه كويسه قوي النهارده ان شاء الله باذن الله. والحمد لله كان عنده حسن ظننا بصراحه. محمد استثمر افضل حاجه فيه وهي هدوءه. هدوءه طوال المباراه سهلت له حاجات كتيره. ما فيش ماتش ضعيف وماتش جامد، لا هو الماتش 90 دقيقه في كل الدوريات طالما ان الحكم ماشي كويس وبهدوء والحاجات الفنيه اللي احنا اتفقنا عليها وخاصه الاختبارات اللي داخل منطقه الجزاء عدى منها فما فيش مشكله عنده خلال المباراه. رصدنا حالات ايجابيه ولو في حاجه سلبيه برضو احنا شفناها ونبتديها سمير بعد اذنك في الدقيقه 28. اتفضل. دي من ضمن في الدقيقه 28 كان في دفع من رمضان صبحي ورمضان بيعترض طبعا. طبعا هو مفيش معنى الاعتراض اللي عمله زي ما نشوف كابتن اسلام في دفع. هو جه لعيب بص ايد رمضان اليمين اتفردت لقدام خلاص يبقى هنا في دفع. يبقى في ركله حره مباشره على رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي. قرار سليم جدا طبعا من محمد الحنفي. ودي كانت اول الفاولات اللي احنا رصدناها بالرغم ان النهارده كان في اخطاء كتيره جدا من اكتر مباريات بتحسب فيها اخطاء مباشره او غير مباشره. دي قاعده ليها ثانيه. بعد كده نشوف برضو كانت في نفس الدقيقة. دي نقطة من النقاط اللي احنا قلناها النهاردة في المباراة ان محمد عنده مبدأ اتاحة الفرصة. لما أيوه. تتفرج هتلاقي في هنا هتلاقي هنا مثلا كان ممكن يحسب هنا في خطأ انما هو ادى استمرارية للعب وهتلاقي ايديه اليمين شاورت لاستمرارية اللعب. كانت الاول يا كابتن اسلام كانت التوصيه بتاعه الاتحاد الدولي بتقول لك انت شاور بايديك الاثنين فلقيت انها مش منطقيه ولا عمليه للحكم انه يشاور بايديه الاثنين فسمحت ان ممكن يشاور بايد واحده. المهم يدي اي اشاره للناس اللي بتتفرج واللعيبه في الملعب ان في استمراريه اللعب بالظبط كده. بص هنا قريب كمان محمد فقاري الكره كويسه فده استمراريه اللعب. طب هو لو ما شاورش ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه بس هتدي ممكن في لغط شويه عشان ممكن الصفاره يعني. بالظبط ممكن هو صفر صفار والناس ما سمعتهاش فالاشاره بتوضح الناس في استمراريه للعب. تمام دي ليها ادفانتج. بعد كده هنا في اول خطا طبعا هنا في خطا واضح لصالح النادي الاهلي. تمام الرؤيه بتاعت محمد النهارده بتسمح له ان معظم القرارات شافها. بص هو لعب على رجله طبعا فاول مش محتاجه هنا انذار السبب هنا ما فيش تعور ده هنا اهمال من لاعب نادي النجوم. نعم تمام دي الاعاده ليها. بعد كده في كره ثانيه برضو بص هنا انا جايب الخطا ده خطا سهل بس الجميل فيها قرب الحكم من الكوره. ده خطا اي حد في الدنيا هيحسبه واضح ان في عرقله اهمال بس انا بتكلم الحكم قريب من الكوره فدي بتساعد جدا كقرار الحكم ياخده بثقه علاوه ان المشاهد وهو بيتفرج اول لعيبه حتى لو شكك في قرار الحكم ولقى الحكم قريب الحكم بالظبط كده فبتسهل وبيبقى مقنع جدا. ناخد الحاله اللي بعدها بعد اذنك يا سمير. تمام طبعا دي اول كوره هنا في تدخل سليم جدا من حكم المباراه في الكوره. الكوره دي يا كابتن وجاي بالانذار ليه؟ لان هو شايف كويس وهو واثق ان الكوره دي مش اهمال تهور. ليه تهور يا كابتن؟ هو اللعيب لعيب النجوم داخل على قدم لعيب النادي الاهلي باسلوب فيه تهور. التهور اللي انت بتخش بطريقه ومش عامل حسابك ولا فارقه معاك ايه الاصابه التي قد تحدث للخصم اللي انت داخل عليه. فطبعا قرار سليم جدا من محمد. طبعا هو التهور والتهور العقوبه الاداريه بتاعته الكارت الاصفر هو الانذار. ده كانت في الدقيقه 50. دي ما تستحقش كارت احمر. لا الكارت احمر استخدام قوه زي ده استخدام قوه زي ده راح على رجله بس. الكره المهمه دي احنا برضو عاوزين نشوفها. دي كانت عند مساعد الحكم محمود رضا. نشوفها هنا فيها تسلل ولا لا. الكره هنا اتلعبت تمام هتلاقي هنا مغطي. اتفضل اتفضل يا سمير كمل. اتفضل طبعا اللعيب من ناحيه الشمال مغطي وهنا الحكم طبعا امر باستمرار مساعد الحكم امر باستمرار اللعب
والتحيه طبعا لمحمود الرضا في كوره زي دي بصراحه يعني. لو وليد عملها حلو وقفة حلوة المفروض كان يجيبها بس ككرة حلوة يعني الكرة كانت كلها حلوة على بعض بالظبط انما طبعا بما فيهم التحكيميا حلوة بالظبط كان مساعد الحكم برضه فكمل المنظر العام بتاعها اتفضل كمل اهو جاي من ورا بعد كده بالظبط الكرة دي بقى دي بالنسبة لي كرة المباراة يا كابتن اسلام الكرة طبعا احنا لما نشوفها اول حاجة بص موقف محمد الحنفي بص بالظبط حوالي 7 ياردة واخد رؤية كويسة مفيش أي حد إيه شايفها نكمل اللعبة في السريع اللعبة وهي سريعة مش بالبطيء عشان هي بالبطيء طبعا مش هتبين لك حاجة إنما لما نشوف مع سرعة اللعبة نجيبها اللايف بقى اللي هي اللعبة الكرة بسرعة لا هو مش عايزها بطيء ده هي بس حتى في البطيء باينه في البطيء بس في السرعه بتاعتها تحس عشان تعرف صعوبتها يا كابتن في اللعبه السريعه هنا بالبطيء برده مش باينه طبعا جرجس اللي هو لعيب نادي النجوم طبعا هنا رامي نفسه قوي بص هنا واضحه بالظبط اهي بص هنا بقى في السريعه وهي سريعه بص في السريعه ممكن تخض شويه انما عشان هو قريب واضح ومقنع وهتلاقي اللعيب لعيب نادي النجوم جرجس اول ما وقع بيبص على الحنفي عارف انه عمل غلط بالظبط طبعا كان قرار رائع اهي بص من هنا باينه بالظبط بالظبط يعني الكاميرا الحمد لله النهارده التصوير كويس والتصوير لما يبقى كويس بيجي في صالح الحكم في حاجات كتير جدا طبعا تمام هنا طبعا ركله حره غير مباشره بسبب السلوك الغير الرياضي بسبب ايه التحايل نيجي دي تاني كوره مساعد الحكم رقم 2 محمود رضا نتفرج عليه نشوف الشحات كان واقف موقف تسلل ولا بس كده هو طبعا واقف موقف تسلل اتلعبت بتكمل بالظبط كده بالظبط فينا طبعا الحكم سهله واضحه بالنسبه له فدي تاني كانت كره ليه في الشوط الثاني بعد كده بقى نشوف الكره اللي جايه دي تمام طبعا هنا في طبعا خطا على لعيب النادي الاهلي احمد فتحي طبعا الخطا ده اما نيجي نتفرج عليه تاني برضو كابتن اسلام هتلاقي في خطا مزدوج في ايد ورجل يعني بص اما نتفرج كده في عقب الايد والرجل الاثنين مع بعض الرجل تحت اهي تمام والايد فوق طبعا خطا واضح طبعا على احمد تمام وبرده قرار محمد وهو قريب ومعظم النهارده قراراته بهدوء اتمنى انه يكمل بقيه الموسم بنفس الاسلوب ده نعم ان شاء الله نشوف الكره اللي بعدها هنا نشوف دي حاله تسلل عند مساعد الحكم الدولي سمير جمال اما نشوف الكره لحظه لعب الكره اهي بالظبط لحظه لعب الكره لو انا بصراحه مش شايفها هنا لحظة لعب الكرة خلاص هو المفروض في موقف يعني. تسلل طبعا في لعب نجوم مسابق آخر تاني مدافع للنادي الأهلي فطبعا قرار سليم جدا من سمير جمال مساعد الحكم الدولي وده يعتبر تاني مباراة لي بعد ما رجوعه من بطولة أفريقيا للشباب كرة مهمة جدا اللي احنا بنقيم فيها الحكم مستواه الفني والجراءة بتاعته تمام احتساب ركلة جزاء سواء على أي فريق داخل منطقة الجزاء بتدي نقط كويسة للحكم لو سليمة. طبعا هنا اللعيب بتاع نادي النجوم المستقبل بيعدي ولعيب النادي الأهلي أحمد فتحي بص يا كابتن هنا في إعاقة هنا بالإيد تمام وبعد كده طبعا نزل بيه بجسمه طبعا ركلة جزاء سليمة كقرار فني. شايفها يا كابتن إسلام هتلاقي إيده الشمال وبعد كده نزل بس هو بيه. اللي خده أحمد ووقع بالظبط مش أحمد اللي خده ووقع لا هو اللي خد أحمد ووقع. إيد أحمد ايد احمد معلش واحده تاني كده سمير من الاول هنلاقي يعني هنا ماشي هنا واضحه من بعيد كده واضحه ان احمد اللي مسكه لا انا عايز القريبه نجيب كل الزوايا عشان تبقى واضحه بص كده ايد احمد فين ماشي ايد احمد اوكي بس بص مين بقى اللي وقع الثاني يعني مش احمد اللي وقعه ما خلي بالك يا كابتن ده في احتكاك داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء لا ما هو برده عندك في اعاقه شد احمد من الفانيلا برده هنجيب شده من الفانيلا ولينا شده من الفانيلا هنغير الكلام انما ما نيجي حضرتك تبص يا كابتن هتلاقي ايد احمد اهو بص إيد الفانيلا الحمراء من تحت متشاده اهي في شد في الاثنين شادين الاثنين شادين طيب الاثنين شادين الاثنين شادين الحكم هنا ما يحسب هنمشي مع قراره خلي بالك اما يبقى في شد بص يا كابتن بس خليك زي ما انت سمير في شده من ايد احمد اللي تحت اللي تحت اللي انا شايف ايد لاعب النجوم ما التيشيرت بتاع احمد ده هو المشدود هو اللي يبقى الشادد بتاع النجوم تمام اكيد مش احمد طبيعي مش هيشد التيشيرت بتاعه يبقى هنا الراجل بتاع النجوم هنا شادد التيشيرت مع الايد بتاعه احمد كره صعبه جدا
انا بقولها لك يعني وانا بتفرج عليها في اللايف. أيوة بس هي للوهله الاولى ماشي اوكي خلاص هي في اللايف بالزبط. انا شايفها انا كنت شايفها ضربه جزاء وانا كنت متاكد انها ضربه لكن دلوقتي بس خلي بالك رايحه جايه يا كابتن. هي رايحه جايه رايحه جايه بتمشي مع قرار الحكم. احمد ابص احمد فتحي تمام. ممكن انا اصل نرفزت احمد فتحي برده مش نرفزته ان هو راح للكابتن يقول لي اقسم بالله ما انا لمسته مش ما لمستوش الكلام ده برده احمد يعمله برده لو ايه انت عارف ممكن تروح تقول له ايه انا ببقى عارف ان انا عامل ضربه جزاء اروح للحكم اقول له تتكلم ايه تتكلم بهدوء وخلاص يا كابتن ما يعني مش قوي يا كابتن مش مقصوده بتاع مش مقصوده بتاع لكن بص مش مقصوده اللي بيتكلم بيه احمد ان هو لان هي فعلا يا كابتن منها فيها وليها. بص يا كابتن اسلام انا معاك في الزاويه اللي واقف فيها محمد الحنفي هو شايف حاجه واحده بس ايد لاعب احمد ايد احمد فتحي احمد فتحي لفوق انما في الزاويه اللي احنا شفناها من ورا يعني هتلاقي التيشيرت بتاع احمد فتحي مسدود برافو عليك برافو عشان نبقى امنه يعني انا قبل ما اخش انا قبل ما اخش كنت واثق انها ضربه جزاء 100%. طب الحمد لله خليتك تغير رايك يعني. لا مش هغير رايي بس نوز انا مش مع قرار الحكم ليه هنا بقى لان برضو في ايد احمد هتلاقي فوق كتف لعيب نادي النجوم كره صعبه جدا جدا مش هنقدر ناخد في القرار فيها غير ما تشوفها في حاله زي دي. طب ماشي هعديها يا كابتن خلاص يعني أوكي. احنا عشان كسبانين النهارده ولكن هي في النهايه هي كره صعبه هي كره صعبه, صعبة جدا. جدا طبعا هي كره صعبه نشوف احنا بقى لنا الدقيقتين جايين فيها كره صعبه يعني من الوهله الاولى ركله جزاء بس بص هي كده اهو بس شايف هنا مثلا خلاص والتاني ماسك من تحت بس برضه. نزل بيها كره صعبه جدا كره صعبه كره صعبه جدا ماشي يعني كرة صعبة جدا بس ما تأثرش برضو على مستوى أداء الحكم لا لا بالظبط بالظبط كمجمل بصراحة في ظهره فمش باين كل بالظبط تبقى صعبة جدا النهارده يعني كنت أتمنى برضو لو حكم الإضافي كان شاف حاجة كان بلغها لمحمد لأن من مكان محمد لا يمكن يشوف التيشيرت بتاع الأحمر بتاع أحمد فتحي لا يمكن قافلين على بعض بكتفهم على الحكم وبالتالي واحد ماسك الفانيلا بتاعة أحمد المشدودة البن الأحمر دي في خالص مش باينة من الكاميرا اللي جاية من الخلف دي فطبعا بغض النظر عن الكره دي بصراحه انا بحيي طاقم الحكام بالكامل بقياده محمد الحنفي كلهم عملوا ماتش كويس جدا انت بتضحك ليه طيب قول لي هو فعلا عملوا ماتش كويس ايوه لا انا متاكد ان هم عملوا ماتش كويس مفيش حاجه واتمنى الماتشات اللي جايه يديروها بنفس المستوى تمام طاقم التحكيم يستاهل كام من 10 انا النهارده اديله 8 من 10 8.5 من 10 8.5 من 10 طبعا طب رمضان كريم الله اكرم يا كابتن انا مش بقول لك رمضان كريم انا بقول لك رمضان كريم بص شايف رمضان صبحي وكريم ندفت رمضان كريم فكرتها حلوه بصراحه ده سمير بقى هو اللي عاملها لنا دي رمضان كريم كل سنه وانت طيب يا كابتن سمير وانت طيب يا كابتن دايما دايما بخير ودايما رمضان سعيد علينا كلنا جميعا ربنا يخليك كابتن اسلام عارف انت بتصحى 6 فبتاخد رمضان من اوله لاخره رمضان بجد ها رمضان بجد رمضان كريم بجد يعني دوبك تصلي الفجر وشويه تلاقي نازل على الشغل يعني ان شاء الله كل سنه وانت طيب يا كابتن دايما بخير شكرا كابتن جدا شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين زي ما قلت لحضراتكم ثلاث مباريات عدوا من الثمان مباريات اللي هو الدوري الخاص اللي كنا عاملينه مع حضراتكم ثلاث مباريات عدوا منهم بتسع نقاط ان شاء الله مش هنتكلم عن المباريات السابقه هنتكلم عن المباراه القادمه مباراه نادي سموحه واحده او هي اهم مباراه دلوقتي مباراه نادي سموحه المباراه القادمه كل التوفيق للنادي الاهلي في مبارياته القادمه ويا رب ان شاء الله في مباراه سموحه ناخد ثلاث نقاط ونكمل مسيره تصدر الدوري العام المصري اللي بداناها النهارده بتصدر زي ما الكابتن فتحي نصير قال تصدر بشكل رسمي حتى لو الزمالك كسب المباراتين المؤجلتين ليه هيبقى النادي الاهلي هو الاول على الدوري العام المصري نادي بيراميدز دلوقتي فارق نقطتين ومباراتين لصالح النادي الاهلي ست نقاط لو النادي الاهلي كسب المباراتين المؤجلتين عموما كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله ان شاء الله الدوري العام بيقترب ولكن خمس مباريات صعبة جدا جدا 15 نقطة أتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي كل سنة وحضراتكم دايما بخير رمضان كريم ودايما نشوف حضراتكم على خير إن شاء الله نلتقيكم قريبا وحلقات جديدة من ملعب الأهلي